من أهم شروط إجابة الدعاء صدق الداعي في اللجوء إلى الله. أنا يعني سعدت جدا بعودتي إلى برنامج قطوف من حدائق الإيمان، وبشكر جميع من شاركوني وأسهموا بالدعاء أو بأي كلمة طيبة من أجل عودتي لبرنامج قطوف من حدائق الإيمان. وعودتي هي في الحقيقة تقتصر على تسجيل حلقات قطوف من حدائق الإيمان، وربما إن شاء الله برنامج تسابيح أيضا، ولكن كنت أتمنى أن أعود إلى الهواء ولو من خلال فترة واحدة اللي هي البث المباشر على الهواء، ولكن يبدو أن هذا الأمر صعب، وأسأل الله يعني أن يذلل كل صعب إن شاء الله. سوف أقوم بتسجيل المصحف يعني كاملا من خلال بعض المصاحف التي تقسم الآيات تقسيما موضوعيا على حسب كل فقرة لها فكرة معينة، بأسجلها إن شاء الله يعني مكتملة بإذن الله. وبعد ذلك أيضا سوف أقوم بتسجيل كتب السنة، يعني مثلا من بدءا من صحيح رياض الصالحين، من رياض الصالحين، ثم مثلا اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ثم صحيح مسلم، فصحيح البخاري، وهكذا. يعني من أهم شروط إجابة الدعاء صدق الداعي في اللجوء إلى الله، وذلك بأن يجمع بين حقيقة التوحيد لا إله إلا الله وإظهار الفاقة إلى الله والتوسل إليه بصفاته مع شدة حاجته وافتقاره إليه. يقول جل وعلا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. طبعا أنا منتهز الفرصة وبشكر طبعا القيادات التي يعني سمحت لي بالعودة للإذاعة وتسجيل برنامج قطوف، بدءا من رئيس الهيئة الأستاذ حسين زين والأستاذ محمد نوار وكل من استقبلني بترحاب وبشاشة، وساعد أيضا بلقائي، وساعدت أنا أيضا بلقائهم جميعا كأني يعني أجلس في بيتي. وإن شاء الله أنا أشعر أن رمضان في هذا العام سيكون أفضل بكثير من العام السابق والذي قبله إن شاء الله.